قدموا لي 3 روس من الغنم كانوا حوامل، وهسه الحمد لله صار عندي 7 روس. كانت البداية من خلال دورة مع اليو ان دي بي بهيئة شباب كلنا الأردن، لتوفير المال والكهرباء والجهد وتوفير المياه. الأردن وقع في اتفاقية ستوكهولم أنه بنهاية 2025 يجب أن يتخلص من هاي المركبات. خطر الفيضانات المفاجئة، زلازل، الانهيارات الأرضية وتساقط الصخور.